وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة على الهواء مباشرة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الدكتور رامي عاشور. دكتور، في ظل ما يواجه النظام الإيراني اليوم من انعدام في الثقة لدى الشارع على المستوى الداخلي، كيف تقيم فعالية لتفادي السقوط الموشك على يد الشعب المضطهد هناك؟ أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة التقييم للوضع الحالي الإيراني، إيران بعد الانتفاع النووي الأمريكي استغلت الانتفاع ده يمكن أفضل استغلال من حاجتين اتنين، شق على محور عسكري ومحور اقتصادي. المحور العسكري اللي هي اتعاقدت مع روسيا على توريد منظومة صواريخ اس 300، ودي كانت اتوقفت سنة 2004 بفيتو أمريكي في مجلس الأمن إن المنظومة دي ما تروحش لإيران، وروسيا امتثلت للفيتو الأمريكي. لكن بعد عقد الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي أصبح ما فيش لا يوجد أي مانع من حصول إيران على منظومة الصواريخ، ده الشق العسكري أو الشق الأمني. أما الشق الاقتصادي بعد عقد الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي بعدها ب 72 ساعة بالظبط، حرقت الأوروبية على إيران لعقود استثمار في مجالات الطاقة والنفط. فبالتالي وده شكل نقلة اقتصادية كبيرة جدا لإيران. إيران يستحيل تستغنى عنها دلوقتي، ومن مصلحة الدول الأوروبية إنها تستثمر في إيران، مش عشان خاطر تحقيق نهضة اقتصادية في إيران، إنما عشان خاطر مصالحها الاقتصادية هي العائدة من الاستثمار في مجالات الطاقة والغاز. طيب دكتور، من الملاحظة الآن أن الشارع المحلي في إيران يحاكي ما يتبناه المجتمع الدولي من وجهة نظر ترفض السياسات الخارجية الهدامة التي اتبعها النظام ولا يزال في المنطقة العربية والعالم، ألا تعتقد أن ذلك يعني سبب من أسباب استمرار الانتفاضة؟ لا، بص حضرتك، أولا بالنسبة للشأن الداخلي، النظام الإيراني نظام قمعي قايم على إيديولوجية دينية متطرفة زي نظام الإخوان المسلمين كده لما كان عندنا في مصر. فبالتالي أي حد بيعارضه هو بيلجأ لأسلوب القمع وتشويه من يعارضه وتطبيقه لأمان وكذا. دي النقطة. النقطة الأخرى، إيران بتستغل الرغبة الأوروبية في تحييدها، بمعنى إن أوروبا تخش كوسيط بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أي خروج إطاري أو حل وسط لتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، بحيث إن هو يضمن إن إيران تحافظ على قدراتها النووية بحجة إن هي قدرات بتاعتها. إذا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة الدكتور رامي عاشور، شكرا جزيلا لك.